يطلق المصريون على عيد الأضحى اسم العيد الكبير أو عيد اللحمة، حيث أنا وفق صحيح حيث لا يخلو بيت من اللحوم التي يعد وجودها على مائدة المصريين من معالم العيد، إذ تضم السفرة الصباحية الفتة، الكبدة، الرقاء التي تعد من الأكلات المصرية الشهيرة والمعروفة والمميزة. للمزيد عن هذه الأطباق وغيرها ينضم إلينا من دبي محمد يونس، مدير عام أحد المطاعم المصرية. أهلا بك معنا محمد، وكل عام وإنت بخير وعيد سعيد عليك يا رب. أهلا بك يا مروة وأهلا بك يا عادل، صباح الخير وكل سنة وأنتم طيبين، وأنت طيب وصحة وسلامة يا رب، سعيد على كل الأمة العربية كلها. طيب انت جوعتنا النهارده، لان هم جابوا لنا الاكل على الاستوديو، ومش عايزه اقول لك الريحه عامله ازاي، يعني جوعنا قبل ما نروح ولا نيجي عادل. لا كنا لسه بنحط الصلصه على الاطباق، يعني البعض يقول لنا من اكلي اللحوم على الفطار صعبه. طيب في ثلاث انواع احنا شايفين من الفته، لو تكلمنا عنها ايه الفرق ما بينها؟ انت ايه؟ بص يا مروه، هو زي ما انت قلتوا العيد الكبير او العيد الاضحى خاصه في مصر يعني يتسمى بعيد الفته كمان. في انواع كتير قوي من الفته بتتعمل في العيد الكبير او في الايام العاديه، بس في العيد الكبير معظم المصريين على الصبح كده بيحبوا يفطروا الفته، سواء كانت الفته باللحمه الضاني او باللحمه البتلو او البقري او العجالي، وفي كمان فته بالكوارع، فته بالعكاوي، فتة. لا محمد محمد محمد، لحظه واحدة علي وخليني افهم، العقالي شنو والفتة؟ اولا هذه اللي قدامنا هذه الفتة صح؟ ايوه اي، اللي هي عبارة عن اللي قدامكم دي الفتة، رز مكوناتها الفتة اللي هي عبارة عن جاية من الفتات بتاعت العيش، بتتكون من العيش المحمص مع الرز الابيض مع يعني الخبز والرز طبعا وشوربة اللحمة. طيب هذا الخبز المحمص، خبز المحمص والرز الابيض وشوربة اللحمة والصلصة والخل والثوم طبعا لازم يكون موجودين في الصلصة ويبقى ريحته باينة كده. تمام، ايه اللي بيتحط بقى فوق الفتة؟ ايه اللحوم اللي بتتحط فوقيها؟ اشهر حاجة هي اللحمة الضاني. أيوة. لحمة الخروف، واحنا بنسميها في مصر اللحمة الضاني. اي هذا اللي متقطع صغير هذه ضاني ولا الحين ولا عجالي اللي انتم قدامكم اللي متقطعة قطع صغيرة، دي اللي هي العجالي او البقري. حلو تمام. وفي اللي هي الموزة اللي طالع حاليا دي العجالي او البقري. وفي اللي هي الموزة، في بقى الموزة دي بتبقى من الخروف بالظبط، الموزه الصغيره من الخروف او الموزه الكبيره لما بتكون من برضه من العجل او من البقري او هذا الكبير، هذا الكبير. لكن طبعا الاشهر الموزه القطع الصغيره دي عجل، لكن الموزه اللي قدامنا في الصوره حاليا ماسكاها مروه دي موزه ضاني من الخروف. لانه في يعني خلينا ننوه انه في اشخاص بيفضلوا لحم الغنم، وفي ناس ما بتاكلوش وبتفضل البتلو او اللحم العجل او العجل بالظبط. طيب خليني اسالك عن الرقاق اللي هو دايما موجود على السفره، في كل الاكلات، جنب المحاشي، جنب اكلات تانية، ملوخيه، ولكن كمان موجود جنب الفته يوم العيد، العيد الكبير. تفاصيله يوم العيد هنا على الطاوله الحشو ايه هو موجود؟ الرقاق ده بيتعمل من خبز الرقاق. تمام، وخبز الرقاق موجود في كل بلادنا العربيه، بس احنا المصريين شويه خدناه بقى وحطينا معاه لحمه مفرومه وحطينا معاه السمنه البلدي وبيتشرب بالشوربه كمان بتاعت اللحمه، وبعد كده بيخش الفرن يستوي على نار هاديه لغايه ما يتحمص ويطلع الرقاق بتاعت الرقاق زي ما انتم شايفينه كده، هو اللي قدامنا ده في الصوره مقرمش، وبيطلع قطع من الخبز مع اللحمه المفرومه. ده زي مقبلات سخنه او زي وجبه دسمه رئيسيه، اعتبريها زي ما انت عايزه تعتبريها بالظبط، ممكن تاكليها ازاي، بس من ضمن الاكلات اللي لازم تكون موجوده على طاوله العيد. طيب. الكبير او عيد اللحمه او عيد الفته او عيد الاضحى على السفره. حلو. غير طبعا الممبار، غير حلويات اللحمه اللي احنا برضو موجوده عندكم في الاستوديو حاليا. شنو حلويات؟ حلويات اللحمه او الكبده والكلاوي. أيوة. لا بس لحظه، يعني الان الكبده محمد، الكبده ربما يعني انا قاعد اشوفها يعني بنيه يسمونها حلويات، طحال وفشه والكلام ده صح محمد؟ طحال وفشه، بس يعني احنا عاملينها اللي موجوده عندكم في الاستوديو بالقلوب والكلاوي والمخاصي والكبده. تمام، هي كل مشتقات
العجل او الذبيحه بتتسمى الحلويات بتاعتها. فاجئ. وهي اشتهرت كمان في العيد لان انت عارفه. هو علي اللي سأل مره يسمع عنها. انت عارفه يعني احنا في العيد. طيب. احنا في العيد بنصحى الصبح نصلي العيد طبعا، بعد صلاه العيد بنذبح. أيوة. اول حاجه بنعملها بناخد الكبده او بناخد الحلويات بتاعت الذبيحه دي وهي لسه فريش كده وطازه. تتشوح مع شوية ملح وفلفل وناكلها. اوكي هذه تشوى، ما 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 تشوى، ما عندكم ثقافة الشوية للكبدة محمد؟ لا لا، في ثقافة الشوي للكبدة، وفي بتتعمل مشوية وبتتعمل بانيه وبتتعمل كبدة اسكندراني وبتتعمل كبدة أحلى حاجة الاسكندراني، معلش بالطريقة بتاعت المصروي. اسكندرانية غير بيعني. الكبدة اللي قدامك دي كبدة اسكندراني. وكبده اسكندراني في قدامك الحلويات معمولة متشوحة. لا الحلويات لمروة. لا ما باكلهاش. بس هي فعلا يعني طبق مفضل عند الكثير من الناس. مش بتاكل الحلويات بس هي طيب طبعا يعني. في ناس كتير مفضله عندها حلويات اللحمه. شكرا يا محمد على وجودك معنا في الصباح العربي، يعطيك الف عافيه وكل عام وانت بخير. شكرا.